المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه محافظة شمال الباطنة سعت منذ بداية ظهور مرض كورونا كوفايد 19 باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض. وطبعا هناك ثلاث مسارات كانت: مسار توعوي، مسار صحي تفتيش مواد غذائية ومحلات تجارية ومجمعات تجارية، المسار الثالث وهو الرش والتعقيم. الجانب التوعوي كان له دور كبير من خلال مقاطع الفيديو، مقاطع بعض المقاطع المعبرة، بروشورات. طبعا المديرية سعت إلى تنفيذ الحملة التوعوية والإرشادية والحملة التفتيشية بعد توجيه المباشر من معالي الوزير الموقر بأهمية اتخاذ الإجراءات للحد من الانتشار عبر، وكانت هناك يعني مبادرة من الوزارة بإقامة غرفة للعمليات لتلقي البلاغات للمؤسسات التي خالفت القرارات الوزارية المنظمة لعملية فتح عملية إغلاق المحلات التجارية. بالإضافة إلى كان هناك عند في هذه المديرية مبادرة من بعمل يعني خطوط هاتف تواصل مع المجتمع، مبادرة سابقة كانت هات علومك، لذلك في كل ولاية عندنا يعني هاتف يختص بنقل ملاحظة من المواطن إلى البلدية لتقوم البلدية باستكمال الإجراءات التفتيش ومعالجة الملاحظة. طبعا بلديات شمال الباطنة سعت إلى عملية مبادرة من أجل تخفيف يعني دخول المواطنين للمسلخ ومراجعتهم للمسلخ عبر وجود خط هاتف يعني يستلم من المواطن، يعني المواطن يقدم طلبه على أساس أن الحجز لذبح ذبيحة في المسلخ، وبالتالي يعطى رقم ويخصص له وقت مراجعة للمسلخ للحد من عملية الدخول المزدحم. طبعا هناك العديد من في مجال الرش والتعقيم نفذنا العديد يوميا، يعني ننفذ يوميا ننفذ عملية المكافحة عن طريق ثلاث أنظمة: الرش بالدخان والرذاذ والمعقمات اللي هو الكلوركس في المواقع العامة والمواقع المرتادين. وطبعا هناك جهد كبير قاموا به المختصين خلال الفترة الماضية من خلال التفتيش على مدار 24 ساعة، كان تفتيش الإخوان في متواجدين في الميدان خلال 24 ساعة من إحساسهم بالوطنية إلى أهمية يعني دورهم للحد باعتبارهم يعني خط دفاع لانتشار هذا المرض. وفي مجال الحيوانات السائبة طبعا تسعى مديرية شمال الباطنة إلى أهمية يعني المحافظة على الحيوانات السائبة ووضعها في المواقع المخصصة لها. نتمنى خلال الفترة القادمة يعني عندنا خطة يعني عملية توعوية بأن تكون تلك الحيوانات في المواقع المخصصة، توجد مخططات يعني وتوجد يعني عزب خاصة في الجمال، عزب خاصة تكون في المناطق اللي بعيدة عن المناطق السكنية. نتمنى تفاعل المجتمع معنا للحد من ظاهرة وجود الحيوانات السائبة سواء الجمال أو الأغنام في الأحياء السكنية. طبعا جزيل الشكر والتقدير لوسائل التواصل الاجتماعي ومن ضمنهم صدى صحم الذي قائم بدور كبير للنشر ما تقوم به البلديات من أعمال وتوصيل هذه الرسالة للمواطنين. وشكر والتقدير لفريقنا العمل الذي جالسين يعني طبعا في هذه المديرية فريق عمل يعني يعنى بالمتابعة الإجراءات الاحترازية، سواء الفريق المساند والفريق الفني اللي هو يقوم بالميدان والفريق التوعوي والشباب القائمين في الميدان اللي هم يعملون ليل نهار، فلهم جزيل الشكر والتقدير على ما يقومون به. وهذا هو صفة المواطن المخلص لوطنه ولأبناء وطنه. بالإضافة إلى الشكر الجزيل للجهات الأخرى التي بلدية صحار، بلدية يعني البلديات الإقليمية عندنا في المحافظة، المديرية العامة للخدمات الصحية، شرطة عمان السلطانية، شركة بيئة،
على التعاون ووزارة التربية. طبعا احنا عندنا فريق مشترك للتعاون مع الحجز المؤسسي اللي موجود في صحار، فلهم جزيل الشكر على التعاون، وإن شاء الله نكون قد تعاملنا مع هذه الأزمة وسوف نكمل المشوار للحد من انتشار هذا المرض بالتعاون مع المجتمع مع الجهات الحكومية. طبعا شكر خاص لأعضاء مجلس البلدي والمواطنين والشورى الذين قدموا مبادرات ودعم معنوي ومادي لعمليات المتابعة عمليات الرش في شركات تبرعت. وأخص بالشكر الجزيل الفرق الأهلية التي تعاونت معنا في هذا المجال، وجزيل الشكر لكم صدى صحم على متابعتكم الدائمة. وطبعا أنا من المتابعين الدائمين صدى صحم على ما يقومون به، والشكر الجزيل لكم، جزاكم الله خير.